الصراحة تسلم جمهورها وترد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت دوحة بمجموعة من الاستوريات على السناب شات، ردت على جمهورها وحكت لهم انه هي بدون دراما او كلام عم تشكر جمهورها وانه هي صحيت كتير مبسوطة وما كشفت عن سر سعادتها. واضافت دوحة انه هي كان عندها موعد مهم وبعدين راح تخبر متابعينها عن هذا الموعد وشو المفاجأة اللي عم تحضر لها. فشو توقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ جماعة شكرا على رسائلكم، يمكن اقسم بالله والله بدون ولا كلام ولا دراما. انتوا تعرفوا ضحى انه انا اليوم صحيت مبسوطه كثير لاني انا جنب. لا صحيت والله كنت ماكش بتصحي. جماعه طلعت من الموعد كثير مبسوطه. هاو نجي يوم ونخبركم شنو الموعد. جينا عندي تكون السنة فيها باش نشتغلوا عند الشغل باش نحكيوا هنا. هذه فقط الأخبار بستوريات غيت مروان وسارة الورع. غسيل نار، ما توقعت انه بهالسرعة تخلص والله، فيعطيك ألف عافية. ها سارة تفضلي. تبي توسخ السيارة ها؟ امبارح دمرتيها. تفضلي تفضلي. تعذبني ادمرها. ماشي. الى الجيم.